السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نحضروا على تربية الأرانب كمشروع مربح جدا، وهو في الحقيقة مشروع للفقراء، يعني ماشي من لازم يكونوا المزارع الكبرى هم اللي كينافسوا كيسيطروا على هذا القطاع، ولكن حتى الفقراء ممكن أنهم يديروا مثل هذه المشاريع. إذا وداع للبطالة إن شاء الله والكسل. باش نجاوبوا على هذا الموضوع خصنا نتحدثوا على اول حاجه، وهو شحال كيطيع لينا هذا الارنب منذ الولاده ديالو، يعني حتى نقدروا نبيعوا، يعني شحال المده ديال البقاء ديالو مع المربي حتى نقدروا نبيعوا بالميزان، يعني بالكيلو. وكاين هناك مصاريف كالدواء والفيتامينات والاكل ديالو. نهضروا على هاد يعني المراحل بيع وجلب. كاين اولا الارنب منذ الولاده ديالو حتى ل 35 يوم حتى 40 يوم ما كياكلش السيكارين. اذا هاد الفتره هذه هي يعني ديال 40 يوم في الحقيقه هي ربح للمربي، يعني ما هذه كيكون كيرضع من امه، يعني هي اللي كترضعو حتى المرحله ديال الفطام، يعني من بعد الفطام، يعني هاد 40 يوم حنا ربحناها. اضافه انه يمكن تقديم الخبز الجاف يعني الكارم، هو رخيص في الثمن، ماشي غير رخيص، ممكن انه يشيط عليكم في الدار، يعني وممكن انكم تشريوه عاوتاني، ممكن انكم تشريوه، هو رخيص في الثمن. اذا ممكن نعطيو اول حاجه ممكن يعني نخالفوا ما بين هاد 40 يوم، نخالفوا ليامات ديال السيكاليم مع الخبز الجاف، يعني نهار سيكاليم نهار خبز جاف، وبالتالي سمو غادي يشيط لينا، غادي تشيط لينا واحد 10 ايام يعني ديال السيكاليم، يعني 10 ايام سيكاليم. والميزان اللي ديما كنهضروا عليه بالنسبه للسيكاليم كيفاش نعطيه لهم، هو طاس ديال ياغورز في النهار اللي كتعمروه لهم، يعني في الحقيقه هو في الميزان ديالو راه هذاك راه 100 غرام. اذا دابا نديروا العمليه، شحال غادي يطيع علينا هاد السيكاليم لمده 10 ايام، لان كتبقى لنا 20 يوم هي ديال التسمين. هاد 10 ايام هي يعني 100 غرام مضروبه في 10 هي شحال، هي كيلو، يعني هذا الكائن هذا الارنب الصغير ملي كي يتولي عنده شهرين وممكن ان احنا نبيعوه، راه في الحقيقه الا بغيتو طيحوا عليكم رخيص غادي ياكل لكم كيلو ديال السيكاليم. كيلو ديال السيكاليم راه ماشي غالي بزاف، راه كيدير 4 دراهم ونص، يعني ب ب ب ب يعني الا شريتو غير بالكيلو، ولا شريتو خنشه راه كيطيح ب 76 ريال. نزيدو مازال اشياء اخرى، يعني اللي حنا دابا هضرنا غير على السيكاليم. بالنسبه للخبز، لان قلنا غادي نديرو نهار نهار لا ديال مره الخبز جاف مره الخبز مره السيكالين. الخبز ممكن يشيط عليكم في الدار، يعني تبقاو تكرموه تعطيوه الارانب ديالكم، ولكن الا بغيتو كاع تشريوه راه الثمن ديالو راه كيدير 2 دراهم الكيلو الخبز اليابس. ملي كتمشيو عند يعني الناس اللي كيبيعوا هذا الخبز الجاف، ولا داك مولين الكراس اللي كيدوروا بالخبز وكيبيعوا بالحديد وكيبيعوا الالومنيوم الباتري، هذوك ملي كتجيو تشري عليهم راه كيبيعوه بجوج دراهم، ملي كيغلى كيبيعوه، كاين بختراس كيديروا غير درهم ونص، حنا نديروا جوج دراهم الكيلو. يعني هذا الارنب راه ممكن ياكل كيلو، لان هضرنا على 10 ايام المتبقيه، كاين هضرنا 10 ايام ديال السيكاليم و10 ايام ديال الخبز الجاف، هي 20 يوم. دابا نكملوا الحساب، منين نشريو السيكاليم نقولوا حنا بخمس دراهم باش يعطينا حساب مقاد، ونشوفوا الخبز الجاف اللي هو بجوج دراهم،
نزيدوا عاوتاني الدواء. بالنسبه للدواء فهنا في الحقيقه راه كاينين غير جوج ادويه، راه كاين تسمم معوي تسمم دموي. بالنسبه للتسمم المعوي راه كلهم هاد مثلا هاد الخلفه كامله مثلا يكونوا 10 ولا يكونوا 12 ولا كتشري لهم سيرو، هادشي من بعد الفيطام كتشري لهم واحد السيرو كيدير 10 دراهم. يعني حنا نديرو باللي هما كاينين 10 يعني كاينين درهم الواحد، يعني تقام لينا بدرهم الواحد. منين تقام لينا بدرهم الواحد دابا غادي نديرو الحساب ديالنا. دابا بالنسبه الخمس دراهم اللي قلنا عليها نزيدوا عليها جوج دراهم ديال الخبز هي سبع دراهم، ونزيدوا عليها سمحوني باش نديروا الحساب هو هذاك. هادشي بالنسبه للاكل، وبالنسبه بالنسبه للدواء راه كاين درهم ديال الدواء ديال التسمم المعوي، وكاينه 5.5 دراهم ديال ليبرا اللي كتضربوها لهم ديال العام. نتوما راه غادي تكونوا غير شهرين، ماشي مشكل، ممكن انكم تبيعوهم قبل ما يوصلوا لهذاك هذاك لاج ديالهم، باش يعني قبل ما يدورش عليهم العام، غادي تبيعوهم قبل شهرين 3 شهور غادي تبيعوهم ان شاء الله. اذا منين جيت نحسب يعني الثمن ديال الاكل ديالو والدواء ديالو، لقيت باللي كاينه تقريبا 20 درهم ديال 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 المصاريف ديالو اللي غادي سميتو نصرفو عليه. منين نجيو نبيعوه شنو غادي يوقع؟ غادي نبيعوه تقريبا ب 35 درهم للكيلو، 35 درهم للكيلو. الا هو كان فيه 2 كيلو غادي نبيعوه ب 70 درهم. هاد 70 درهم نحيدو منها المصروف ديال الاكل والدواء ديالو، ويقدر مثلا يتوفى شي واحد ولا يصاب بانتفاخ ولا مهم، حنا نحيدو عاد واحد 5 دراهم اخرى غير ريزيرف. يعني منين غادي نجيو نحسبو غادي نلقاو حنا 25 درهم كاع اللي نصرفو عليه في هذه الحلقه. هذه نقولوا حنا هادشي راه يعني بالشياطه، عاد هي في الحقيقه 20 درهم اللي نقدروا نصرفوها عليه لمده شهرين او 3. اذا منين نجيو نشوفوا بشحال غادي نبيعوه، غادي نبيعوه ب 70 درهم. 70 درهم ناقص 25 درهم هي 45 درهم. يعني هادشي بالفيتامينات، نقدر نزيدو واحد شويه ديال الفيتامينات، نقدروا كيما قلت لكم يموت شي واحد، نقدروا المهم حنايا درنا نصرفوا عليه في هذه المده 25 درهم. هو في الحقيقه غير 20 درهم، حنا نديرو ليه 5 دراهم يعني سكور كيما كيقولوا. هي الان الواحد شحال نقدروا نصرفوا نربحوا منه، نربحوا منه 45 درهم. تخيل معايا 45 درهم في خلفه مثلا فيها 10 لمده شهرين، شوف شحال غادي. تخيلوا معايا الربح ان شاء الله اللي غادي يجيكم من وراء هذا المخلوق الصغير. اذا هذا الشيء بالنسبه يعني الارنبه وحده يعني ولدت لكم، وهي تبارك الله كتولد كل شهر. تخيل معايا الا شديتي هاد الذكور مثلا، هاد الذكور هادو خليتيهم ودرتي الاناث، الاناث احترفتي عليهم وعاوتاني حتى هما منين كبروا عاوتاني عطيتيهم لذكور اخرين وتزوجوا معاهم وعطاوك عاوتاني، وكل ارنب كتربح منه 45 درهم. هذا الشيء راه كنقول لكم بالورقه والستيلو، يعني بالكالكيلاتريس. منين حسبت شحال كيتقام الارنب الواحد، كيتقام ب 25 درهم، 25 درهم وتربحوا منه 45 درهم. هذه راه تجاره يعني مربحه ان شاء الله، خاص غير شويه ديال الصبر، شويه ديال النظافه، شويه ديال الايمان، يعني ويكون شويه الواحد يبحث ويقلب لمن غادي يبيع، شحال يدير مع دوك الجزاره، شحال كي مثلا واحد الجزار كان قال لي غير 33 درهم وبعت له، وسولت واحد اخر قال لي ممكن انايا نبقى ندي لك ب 35 درهم غير وجد لي مثلا 2 كيلو الفوق. كاين اللي كيبغي غير كيلو ونص، كيقول لك منين وجد عندك كيلو ونص جيبوا لي. تخيلوا هذا الربح هذا من هذا الحيوان الصغير. هذا راه مشروع مربح جدا ان شاء الله، ومشروع الفقراء ما كيحتاجش راس المال،
ماشي شي راس المال كبير، ديروا كيجان بحال هكا عادي غير بالثلالج، هذاك الفدارج ديال الشبابك ديال الثلالج، ممكن انكم تصنعوا بهم يعني كاج بحال هذا الشكل هذا، وطوروا المشروع ديالكم، ماشي غير تشوفوا الربح صافي وتقولوا باللي نفس الكاج نخليه، نفس العلافات نخليهم، نفس الطريقه باش كنتعامل، لا وسعوا المشروع، تخيلوا 45 درهم للارنب الواحد اللي تقدروا تربحوا منه، ما بين 40 45، حنا نديروا 40 درهم كاع، انا كنزيد مازال نبسطها، 40 درهم بالنسبه للواحد وسميتو الانثى والانثى كتولد ما بين 10 حتى 12 تبارك الله، هذا الشيء راه يعني يعني ربح صافي ان شاء الله. انا فرحان لانني كنقدم هذه الحلقه هذا النهار، لان يعني كنحاول انني نبسط للناس هذا مثل هذه المشاريع بالنسبه للفقراء. انا ديما كنهضر مع الفقراء، لان الناس اللي كيتعاملوا بمزاريع كبرى هذوك بوحدهم الله يزيدهم، ولكن حتى الفقير مسكين هذيك المزرعه راه ما عارفش اسمو امورها. حنا كنحاول نقدم ان هاد خلف الاسوار، يعني الاسرار اللي خلف الاسوار، انا كنحاول انني نعطيها للناس وكنبسط لهم الامور، وكنقول لهم شحال هذا الشيء كيتقام، راه ما كيتقامش بزاف، والربح ديالو الحمد لله راه يعني الا صبرتي راه كيولي ربح يعني صافي وخيالي، لان باش تجيب 40 درهم ولا 50 درهم في هذا الوقت راه صعيبه، ولكن بالنسبه لهاد الارانب الا صبرتوا وخا المره الاولى تواجهوا واحد الصعوبات، معليش صبروا، وهذاك الربح حاولوا انكم تطوروا به المشروع، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الحلقه ديالنا هي هذا فيديو تحفيزي 100%، حاولوا انكم تديروا هذا مثل هذه المشاريع هذو، يعني مشاريع زوينه في الحقيقه. الحلقه ديالنا راه سالات، الى اللقاء في الحلقه المقبله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه شاركوا معنا، قناة جميلة كتفيق الناس من 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 البطالة، من بزاف ديال الأشياء. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا في القناة، تكيو على زر الجيم باش تستندونا، وتكيو على زر الجرس كيوصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.